سيادة المستشار أمير رمزي، يعني النهاردة كنت بتكلم مع سيادة السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء في موضوع بقى يعني إدراك جماعة الإخوان كجماعة إرهابية والنفع ورده من قرارات تسهل الوصول لجماعة الإخوان، مصادر التمويل وما إلى آخره. كان بيتكلم معايا بأنه منتظرين أحكام من المحكمة تقول المعنى ده علشان ما يتمش الطعن على هذا القرار. وعندنا برضو خبر تاني بيتكلم على أنه تم تخصيص 6 دوائر قضائية لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة الفصل فيها برضو والوصول لأحكام لموضوع برضو الإخوان وإدراجهم كجماعة إرهابية. إيه تعليق حضرتك على الموضوع ده وأهميته؟ إحنا يعني كنا في البداية اتكلمنا ونادينا يعني نادينا مجلس الوزراء وطلبنا منه بأن هو مش محتاج حكم محكمة علشان خاطر يعتبر ان جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه. مش محتاج حكم محكمه، مش محتاج، لان في ماده صريحه، يعني انت عارف حضرتك قانون العقوبات مش محتاج ان يبقى في حكم محكمه يصدر مطابق لقانون العقوبات او يطبق قانون العقوبات علشان مجلس الوزراء يطبقه. احنا عندنا ماده في قانون العقوبات اللي هي الماده 86، اعتبار اي جماعه مسلحه هي جماعه ارهابيه، او بمعنى اصح مقاومه اي جماعه مسلحه، وعلى ان الحكومه انها تتعامل معاها وانها تحظر يعني انها تتعامل معها بالقانون وتحظر ان يكون لها اي تمثيل، واي فرد بينضم الى هذه الجماعه بيعتبر منضم لجماعه ارهابيه. دي الماده 86. هل انا النهارده عشان اطبق قانون العقوبات محتاج حكم يصدر من المحكمه يقول لي ان دي جماعه ارهابيه؟ يعني حضرتك عايز تقول لي ان ده سند قانوني لرئيس الوزراء ان ياخد قراره بناء على هذا الاساس وبناء على هذه الماده؟ طبعا. لكن ما يطعنش بقى على بقول قال لنا ده قرار اداري هيطعن عليه وبالتالي قدام العالم كله ادي مجلس الوزراء خد قرار والقرار ده خاطئ غير قانوني. لا يا فندم، هو ده تطبيق قانون، ولما القرار ده يصدر من مجلس الوزراء ويطعن عليه من اي شخص كان او من اي جماعه وقتها هنا المحكمه تفصل. هو ده التدرج الطبيعي. فهماني؟ لكن انا اظهر في الاعلام او اظهر على الملا واقول انا مش هقدر اعتبر جماعه الاخوان المسلمين جماعه ارهابيه الا عند صدور حكم قضائي، حد يرفع قضيه ويطلع حكم اخد القرار، ده كلام مش مظبوط. يبقى معناها انت بتعلق تطبيق القانون على شرط، والشرط ان يصدر لك حكم من المحكمه. كلام ده غلط.